انتم كتشوفوا المتعه ديال البحار. الا بغيتوا تجيبوا العائلات ديالكم سميتها الجزيره ديال بروتشيدا، كاينه في نابولي. انتم واحد المنظر واعر. ما بغيتش نشوف البحر، بغيت انا ملي نصور يبان عليا البحر. هانتوما دابا وصلنا للريستوره ديال الحوت المرصا. هانتوما البحر جالسين وكنطلوا على البحر، المنظر واعر البنات. صافي البنات تغدينا، ودابا هذا الريستوره اللي تغدينا فيها. ودابا غادي رحنا باقيين في بروتشيدا، صافي سارينا البحر طلعنا من البحر. دابا رحنا جينا كنتسناو البطو، ها هو جاي. دابا خدينا البيي. هانتوما اعلى الدروج شفتو في نابولي، اعلى الدروج. عمرني ما شفت بحال هاد الدروج في بولونيا. هانتوما غادي تبقاو طلعوا تهبطوا طلعوا تهبطوا. السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله. الله يثبت الاجر. كي دايرين مع رمضان؟ ما بقى والو للعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبالهنا وبالراحة البال يا ربي، امين. العيد سبحان الله يعني رمضان. بغيت نقول رمضان دغيا داز، ما كدبوش من اللي قالوا العمر اللي كيدوز. زعما ليام كتمشي ليام وكتجي ليام. ايوا هذا الشيء اللي كاين، اللي يثبت الاجر. كما قلت لكم فيديو جديد، موضوع جديد، يعني في هذا الفيديو غنشارك معكم ثلاثه ديال المواضيع على الهجره، القانون الجديد ان شاء الله اللي كاين، وكيفاش غادي تستافدوا القانون الهجره باش يدخلوا المهاجرين من برا، من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس. وغادي نشارك معكم بالنسبه للناس اللي كيسولوا على سناتوريا، شنو اللي كيديروا الجمعيات على هاد الناس اللي هنايا في الطليان بدون الاوراق، واش كاين الحل ولا لا. هاد الشيء اللي غادي نشرحوه لكم، والعقود العمل كازيرتا نابولي بروتشيدا، وغنديكم شخصيا من نابولي لكازيرتا البروتشيدا باش نعاود لكم ونهضر لكم على العقود العمل وعلى التوقيت. ان جاوني بزاف ديال الكومنتارات بالنسبه للناس اللي دافعين في الشهر 12 2023، وحتى الناس اللي دافعين في هذا القانون ديال مارس وعندهم التوقيت. كاينين الناس اللي عندهم التوقيت زوين، وكاينين الناس اللي عندهم التوقيت معطل. اشنو المعمول؟ هاد الشيء كله غادي نشرحوه لكم بالدقيق في هاد الفيديو. بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الحباب اللي كتهمهم الهجره بالطريقه الشرعيه. وكما قلت لكم غادي نشارك معكم احسن نهار مميز من نابولي. مشينا بالباطو الكازيرتا بروتشيدا، وغادي تكتشفوا معنا هاد المدن، يعني كازيرتا اي بروتشيدا واحد الجزيره، يعني الجزيره اللي كاينه في الوسط البحر. سبحان الله كتركبي الباطو من نابولي كتمشي ليها، كتكتشفي واحد الجمال، واحد الجمال فيها، واحد المنظر فيها ما كاينش في شي بلاصه اخرى. كويندي هاد الشيء كله ان شاء الله غادي تكتشفوه معنا في هذا الفيديو. الفيديو كله متعه والحماس. الا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات هادو نولي ندير لكم فيهم المواضيع ديال الهجره، وندير لكم فلوقات في المدن الزويونين ديال الطليان. كما كتعرفوا الطليان كلها زوينه، كلها واعره. المدينه تنسيكم في الاخرى، المدينه اللي كتمشي ليها كتنسيكم في الاخرى. انتما معانا، خليكم مع الفيديو.
اول حاجه غنبدا لكم بالقانون تسويه الاوضاع المهاجرين غير الشرعيه اللي في الطليان. انا عرفت بزاف ديال الشباب وبزاف ديال الشابات والامهات اللي غاديين يفرحوا بالنسبه لهذا القانون. كما كتعرفوا الجمعيات والسندكات والباترونات كما قلت لكم السندكات والشركات كيطلبوا من الحكومه جديدة باش يوافقوا على القانون الجديد ديال تسوية الأوضاع المهاجرين غير الشرعيين يفتحوه في أقرب وقت ممكن. علاش؟ أن كاينين بزاف ديال الشركات تيقلبوا على الخدامة وما لقاوهمش، وبالنسبة مثلا الطليان ما عندهمش الحق، الشركات ما عندهمش الحق يشدوا شي واحد يخدموه بلا الورق، حيت ملي كيخدموا شي واحد بلا ما يكونش عنده الورق الا حصلوه اي فينانسي او لا دار به شي واحد دينونتشا ولا دعاليه شي وحده ولا شكا به شي واحد. هذاك الباترون مثلا كيخدم الخدامه اللي ما عندهمش الورق غيخلص واحد الخطيه ولا واحد الغرامه اللي عمره ما ينساها في حياته. كاينين للاسف كيخدموهم وكيسفروا تيوهم وكيستغلوهم، كاينين بعض الشركات كيستغلوا الخدامه او لا الشباب والشابات اللي ما عندهمش الورق. ان كاينين هاد الشركات الله يهديهم كيبروفيتيو فيهم كيخدموهم وكيحرطوا بيهم، كيخدموهم مثلا 15 ساعه في النهار ولا 18 ساعه في النهار وكيعطيو ليهم الخلصه قليله. داكشي علاش الحكومه منعان كليا باش يخدموا الناس اللي ما عندهمش الوراق، حيت كيسفروا تيوهم وكما قلت لكم الباترونات والشركات كيبروفيتيو في هاد الناس. كويندي داكشي علاش الشركات ناضوا تفقوا مع الجمعيات ومع السندكات ومع الباتروناتي اللي كيدافعوا على الحقوق ديال لابوراتوري باش ان شاء الله يفتحوا لهم القانون ويديروا لهم الوراق باش هاد الشركات يقدروا يخدموهم. فهمتوا؟ ان شاء الله قريبا الى الحكومه وافقت عليه غادي غير تسني وغادي ان شاء الله يفتحوا هاد القانون ديال ساناتوريا. وإلى الحكومة وافقت على هذا القانون إن شاء الله باش تفتح في أقرب وقت ممكن غادي يخرجوا القانون بالنسبة لهاد الناس اللي في الطليان ولا في أوروبا بدون الأوراق. وكاينه حاجة أخرى اللي كتبشر بالخير، كاينه الطريقة باش هاد الناس من غير هاد القانون مثلا اللي ان شاء الله كنتسناوه يديروا في الجريدات الرسميه ولا توافق عليه الحكومه جديده ان شاء الله والله يسهل على الجميع. بغيت نقول لكم كاينه الحاجه اخرى اللي كتبشر بالخير وكتفرح، اشنا هي؟ راه كاينه الطريقه اخرى اول مره غادي ندير لكم عليها ان شاء الله الفيديو. اول مره يعني هذه الطريقه بالنسبه للمهاجرين اللي في الطليان بدون الاوراق تقدروا تصوبوا بها الوراق ديالكم بلا الزواج بلا القانون بلا سناتوريا بلا ما تمشيو للمغرب، يعني كتبقى هنايا وكتصوب بها الوريقات ديالك يعني الاخبار من المصدر ديالها. الا بغيتوها ان شاء الله ندير لكم عليها الفيديو، كتبوها عليا في الكومونتير. الا بغيتوا ديك الطريقه باش نشاركها معكم بلا الزواج بلا العقد يعني ديال الزواج بلا القانون ديال ساناتوريا بلا ما تمشيوش للمغرب يعني بلا ديكريتو فلوسي بلا ما تمشيو يعني للمغرب، حيت حتى هذا القانون الجديد اللي كاين اللي وافقت عليه الحكومه وغنقول لكم فوقاش بالضبط ان شاء الله. الا مثلا شي واحد اللي ما عندوش الوراق يقدر يلقى الباترون هنايا يدفع ليه ملي تخرج ليه نولا اوسطا يمشي للمغرب، ولكن بزاف ديال الناس كيتخوفوا من هاد المساله كيخافوا يوقع شي مشكل يبقاو في المغرب. كيقول لك انا درت المجهود وخسرت الزبابل ديال الفلوس باش نجي يعني حسن العوان، من بعد رجعت عاوتاني للمغرب على قبل نولا اوسطا باش نجيب الكونترادات وما كلفنيش الحظ. يعني بزاف ديال الشباب كيخافوا ومن حقهم. هاد الطريقه ان شاء الله اللي غنشاركها معكم بلا
هاد الشيء كل اللي ذكرت لكم بلا سناتوريا بلا ديكري التفلسي بلا العقد الزواج، كتصوب الوريقات ديالك عادي بحالك بحال عباد الله. كيفاش؟ كتبوها ليا في الكومنتر. دابا ندوزو لموضوع اخر بالنسبه للناس اللي دافعين في الشهر 12 والناس اللي دافعين في القانون لعقود العمل ديال مارس. بزاف ديال الناس تواصلوا معايا في انستغرام، وكنلقى الكومونتيرات ديالكم في تيك توك وصفات ملكه، وكنلقاهم حتى هنا في اليوتيوب. انا دافع ليا الباترون مع 9:10 ولا و15 ولا و20 اولا و30 في كازيرتا اولا نابولي. كما كتشوفوا انا ديتكم شخصيا لكازيرتا وديتكم لنابولي اي بروتشيدا باش تكتشفوها معانا، ومنها نهضر لكم على هاد النوع ديال العقود العمل بالنسبه للناس اللي كيسولوا عليهم، والتوقيت، والناس اللي دافعين وكيتسناو واش كاينين شي اخبار في هاد المدن ولا لا، واش بداو تخرجوا في هادوك التواريخ اللي ذكرتهم لكم، الناس اللي دافعين في الشهر 12 والناس اللي دافعين في مارس. مارس يلاه تم الدفع، يعني كما كتعرفوا العقود العمل كيخرجوا من بعد 60 يوم. بالنسبه للناس اللي دافعين في الشهر 12 راهم بداو تيخرجوا، وبزاف منكم كتسولوا على نابولي على كازيرتا على بروتشيدا، واش بداو كيعيطوا على الناس ولا لا. بغيت نقول لكم راه بعدا الناس خرجوا لهم الكونترات ديالهم. الا كنتي انتي ولا انت مازال ما خرجتش لك، مازال ما سمعتي حتى حاجه، عيط على الشخص اللي دفع لك، الباترون ولا السمسره ولا شي واحد من العائله ديالك اللي دفع لك، سولوه قول ليه امدرا واش سمعتي شي خبار، واش لا بريفيتورا تجاوبوا ليك، واش كاينه شي حاجه، واش شنو المعمول. حيت من بعد 60 يوم الحكومه اولا لا بريفيتورا كيجاوبوا الباترون، اولا مثلا الباترون عنده هذيك لا ريتشيبوتا اللي كيستامبيها النهار اللي كيدفع لك، كيكون فيها واحد الرقم، كيكون فيها واحد الرقم كيتبع بها لا براتيكا ديالك بالسبيد ديالو باش يعرفها فين وصلات. الا كانت تبلوكات بسبب شي وثيقه ولا شي ورقه ولا شي مشكل راه هو غادي يعرف، حتى واحد ما غيعرف من غير الباترون. اولا انت مثلا اولا انت اللي دفع لك الباترون عطاك هذيك لا ريتشيبوتا ولا الروسي، غادي تصيفطوه لشي حد. الا كنتي في المغرب غادي تصيفطوه لشي حد في الطاليان ديال تيقيم شي يسول لك في لا بريفيتورا. لا بريفيتورا كيضربوا هذاك الرقم غادي يشوفوا هذيك نولا اوستا فين وصلات، فهمتي؟ من غير الباترون حتى انت غادي تسول على راسك ولا انت، حيت كاينين بزاف ديال الناس متخوفين تيقول لك انا واخيرا لقيت الباترون وعطيت الفلوس وكنتسنى ومازال ما سمعت حتى حاجه، وخايفه زعما ما نكونش يعني ما بين هاد الناس اللي غيستافدوا في هاد القانون. كوين دي هاد الطريقه اللي غادي تتبعوها اللي كنقولها لكم، راه هاد الطريقه هي اللي كاينه. اما بالنسبه للناس اللي معطلين دفع ليهم مثلا الباترون مع 9:30 ولا مع 10، راه كان سيستيم تبلوكا في واحد الوقت. سيستيم ماشي لافوت ديال ملي تبلوكا سيستيم، ماشي لافوت ديال الباترون ولا ديال السنداكات ولا ديال الجمعيات اللي دفعوا لك، راه ديال الحكومه، والحكومه اللي غادي تلقى الحل، فهمتي؟ الا مثلا ما خرجتش لك وهداك العدد ديال الناس اللي دافعين راه دفع اكثر من داك الشيء اللي طلباته الحكومه، فهمتوا؟ وماشي كاع هادوك الكونترات غادي يخرجوا، حيت كاينين مثلا الشركات اللي ما كيخلصوش الضرائب، هادوك راه ما غيخرجوش كما كتعرفوا. كما كنقول لكم دائما كاينين الشركات اللي يلاه داروا يلاه داروهم جداد ودفعوا للناس، حتى هادوك ما غيخرجوش حيت الحكومه حددت الشركه اللي غادي تجيب الخدامه من المغرب خاص على الاقل يكون عندها 3 سنين في العمر ديالها، فهمتي؟ ولكن كاين شي وحدين الله يهديهم غير كيديروا كيسمعوا القانون كيديروا الشركه جديده كيبقى يدفع العباد الله. ولكن نتوما كيفاش غادي تعرفوا، كيفاش غادي تعرفوا هذه الشركه يلاه يعني دارت، فهمتي؟ كويندي نتوما هذا الشيء اللي غادي ديروا اللي قلت لكم،
اما بالنسبه للناس اللي دافعين معطلين قلت لكم راه كان سيستيم تبلوكا في واحد الوقت، يعني مازال ما عرفناش واش غاديين يخرجوا ولا لا، الله اعلم. الا كان الشروط متوفرين فيه يقدروا يخرجوا ان شاء الله، لما لا، ما تفقدوش الامال، راه ربي كبير ما كيتخلى على حتى شي واحد. اما بالنسبه للقانون الجديد ان شاء الله راه الحكومه تجحدداته في 2025، 2025 ان شاء الله غيكون القانون الجديد بالنسبه للمهاجرين اللي غادي يدخلوا اول مره، يعني من المغرب ومن الجزائر اولا من تونس مثلا اولا البلدان اللي عندهم الاتفاق مع الطليان. كويندي دابا خاصكم من دابا بالنسبه للناس اللي بغاو يهاجروا بالطريقه الشرعيه تقلب على راسك من دابا وتقلب على الباترون اللي يدفع لك، فهمتوا هذا الشيء اللي كاين. خليوكم مع فلوغ من بروتشيدا يا اختي، واحد النهار مميز كما قلت لكم، خليوكم مع احسن نهار في بروتشيدا. خدينا الباطو من نابولي البروتشيدا، واحد الجماليه الكازيرتا، واحد الجمال يا سلام. الا كنتو من العشاق ديال الفلوغات خليوكم مع هذا الفيديو، ما تزقلوش حتى اللقطه، وخليو ليا رايكم في التعليقات. الا بغيتو نصور لكم احسن بلايص في الطليان كتبوها ليا في الكومونتير، لما لا، انا عليا غير نمشي ان شاء الله نصورهم لكم وتكتشفوهم معنا ولا نكتشفوهم مع بعض، لما لا. خليوكم مع الفيديو مع فلوغ. هانتوما كتشوفوا المتعه ديال البحر. الا بغيتوا تجيبوا العائله ديالكم، سميتها الجزيره ديال بروتشيدا، كاينه في نابولي. هانتوما واحد المنظر واعر واعر واعر، وحنا طالعين الفوق باش غادي زعما نصور لكم الفوق كامل. هانتوما هنا كاينين البلاصات قدام كلاهم البحر وقت اللي كيسلط فيهم. خليكم معانا خليكم معانا يلا هم معانا. كيبانو لكم ديك الدرع بحال ديال البلاد. هانتوما الفيديو ديالنا غيبدا من هنا، حنا دابا كنطلعوا الفوق باش غادي تبان لنا بروتشيدا من الفوق حتى البحر. هانتوما كتشوفوا هذا واقيلا اوطيل عنده الشراجم بحال هادوك ديال المغرب. هانتوما البني ديال هنايا بحال المغرب تماما، وهاديك الصفرا الصفرا هاديك الزرقاء. نشوف البحر، بغيت انا ملي نصور يبان عليا البحر. هانتوما دابا وصلنا الريستورا ديال الحوت المرصا. هانتوما البحر جالسين وكنطلوا على البحر، المنظر واعر البنات. لازم تباصي لي صافي البنات تغدينا، ودابا هذا الريستورا اللي تغدينا فيها، ودابا غادي ها البنان. صافي سارينا البحر وطلعنا من البحر.
البحر. دابا راه حنا جينا كنتسناو البطو ها هو جاي. دابا خدينا البيي وكنتسناو البطو ديالنا. غنتلقى معاكم في لوطيل باش ندير لي معاكم واحد الفيديو واعر ديال واحد الدوش اللي كيدير المساج وكنرتاحوا. وغنشارك معاكم كيفاش غندير الروتين على وجهي. كان بزاف ديال البنات قالوا لي يعني الكريمات اللي كنت شاركتهم معاكم قالوا لي بزاف ديال البنات ديرهم على وجهك لينا شنو اللي غتسبق واش السيروم واش هذه واش هذه. ان شاء الله غندير لكم هذاك الفيديو خليكم معايا حتى الروتين وغادي ندير معاكم داك الفيديو واعر ديال التحميمه وديال الحمام وديال المسح. غنبصينا سناوا الى لقاء الى لقاء. دابا دخلنا لوطيل البنات. عمرت البينوار بالماء سخون. دابا غنشعلو هاد لي بول اللي كيديروا المساج وغنشاتيه وغنخلي زعما حتى كتسخن مزيان ونرتاح ونعاود نتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دابا خصني شويه نغطي هذوك الثقبات باش غادي نشعل هاد لي بول اللي هنا وكيديروا لك المساج. كتكونوا في الدوش كدوشو وكيديروا لكم المساج. هانتوما مازال كنعمر فيه باش نسترخى حيت ان شاء الله غدا تبعنا طريق اخرى تبعنا واحده البياض جو اخر ان شاء الله. غنحط لكم الفيديوهات على القناه. صافي البنات جينا دابا باش ناكلو كباب. يلا جينا من لوطيل هانتوما ندخل شويه كباب ديال نابولي.
عندك ما غير كنضحك معكم هادوك باكستان اللي كيديروا هذا اللي كيديروا كباب ماشي نابوليتان. هانتوما دخلنا عند كباب صافي صالي نوعيين وهذوك كاين ومتبقين انا نجيب لينا الغدا غدا ومن بعد غنديكم البوطاي نونا اتاي كيدير اتاي رجعنا باش ناخذ المترو. هانتوما البنات والتلفازه يا لالا هانتوما كتشوفوا التلفازه الناس جالسين ودا يتفرجوا بحال انتم في الدار كاين الطبخ التلفازه كنتسناو الميتو نا هذا ما غاديش ننزل فيها البنات غادي نمشي ناخذ الدروج هانتوما شوفي دابا دوكو غادي ننزل في هاد الدروج نيت احسن ليا يلا تشاو تشاو هانتوما هادوك اللي جينا فيهم كنا فيهم ودابا غادي ننزلوا في هادو راه بحال بحال ولكن غادي تبقاو باقي لها ثلاثه د المرات لا ثلاثه د المرات غادي دابا هبطنا من هذاك اللي شاركت معكم في الفوق وهذا الثاني وقيلا كاين الثالث هي سي دار الدور لا كما قلت لكم كنهز لهم الهم غير هما علاش ايوا راه بزاف ولكن ما خصك ديري والو خصك غير المهم كتبان لك هذاك التحت 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 غرقه كتقول اش الجما يوصلني ايوي هانتوما الثالث خلينا هادو ها هو هذا هاد الثالث ولكن هذا بحال ديال بولونيا ماشي كبير نقطي ناري جاني واحد العجاج واحد الدخان هانتوما اعلى الدروج شفتو في نابولي اعلى الدروج عمرني ما شفت بحال هاد الدروج في بولونيا هانتوما غادي تبقاو طلعوا تهبطوا طلعوا تهبطوا حتى كتعياو ها والله العظيم كنهز ليهم الهم من نهار اللي جينا لنابولي وليت كنهز الهم غير لهاد الدروج هانتوما هادوك كيطلعوا وهادو تيهبطوا اسي واعرين واعرين ولكن الصراحه تيجيبوا الدخاء بولونيا كاينين ولكن صغارين ماشي كبارين بحال هادو هانتوما واقيلا انك كبر هذا ستاسيون كاين في هاد نابولي خليها تعاود الرسمه دابا راه مازال غادي ننزلوا